يقفون على قارعة الطريق يحملون أعلامهم ولافتاتهم. تجمعوا هنا حيث ألقى ترامب كلمة أمام جمع من المحافظين يناصرونه ويعتبرونه رئيسهم. إنهم أتباع نظرية المؤامرة كيوانون. رئيسنا هو دونالد ترامب، فاز بالانتخابات وأدرك أن تزويرا ما قد حصل، وأعرف ذلك من فم بايدن نفسه. أعلم أن الانتخابات مزورة وبايدن ليس رئيسا. يؤمن أنصارها أن ترامب يشن حربا سرية ضد نخبة من عبدة الشيطان والمتحرشين بالأطفال موجودين في أجهزة حكومية وشركات ووسائل إعلام. كيوانون جعلتنا نبدأ بالبحث والتفكير وكيف يصير العالم، والكل يأخذ منها ما يريد. نتشارك الأفكار وهو شيء رائع بالنسبة لي. لا يهم بالنسبة لجينيفر إن كانت كيوانون قد فشلت في توقعاتها بتنصيب ترامب رئيسا لفترة أخرى تبدأ في 20 يناير الماضي. يجب الانتظار بصبر، تقول، لمعرفة ماذا سيحصل لاحقا. وعندما أسأل ماندي متى سيعود ترامب إلى السلطة، تقول: يعتمد ذلك على ترامب. عليه أن ينسى الحزب الجمهوري، فهم جماعة من الخونة الذين يطعنون في الظهر، نريده أن يتولى القيادة. يؤمن أتباع كيوانون بنظريات متشعبة بعضها متناقض. هم بالألاف وإن لم تكن هناك إحصاءات دقيقة لعددهم. أصبحوا تحت المجهر أكثر بعد اقتحام الكونغرس. اعتقل البعض، والبعض الآخر ما زال يروج لنظرياته. هنا في هذا التجمع في فلوريدا، حتى من لا يؤمن بكيوانون كما يقولون، لا إدانة بينهم لنظرية المؤامرة أو الأفكار التي تروج لها. لا تعني نتائج الانتخابات أي شيء لهؤلاء. بالنسبة إليهم، ترامب ما زال رئيسهم الشرعي. تزداد نظريات المؤامرة انتشارا بين أنصار ترامب يوما بعد يوم، ويرون أنه سيعود إلى السلطة متى وكيف ما يريد. ريما أبو حمدي، العربي، أورلاندو، فلوريدا.